Bonjour, les étudiants des études françaises S2 dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée au module poésie et versification. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la versification? La versification, c'est toutes les règles et tous les procédés qu'on utilise dans la poésie et pour analyser les textes poétiques. Eden. La versification هي بزاف ديال القواعد اللي كتساعدنا اننا نحللو واحد النص شعري وبزاف ديال لي نوسيون اللي كيقدروا اننا نخليونا نميزو واحد النص شعري على نص مسرحي او نص كيف ما كان. بحال مثلا النصوص المسرحيه عندها واحد الشون ليكسيكال خاص بها وبيا لا فيرسيفيكاسيون خاصه بها، مثلا تراجيدي، كوميدي، سين، اكت، دي بيرسوناج، ديالوغ، اتسيتيرا. كذلك لا بويزي عندها مفاهيم خاصين بها، دي نوسيون خاصين بها. اولا شنو هو الشعر؟ شنو هي لا بويزي؟ La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrite généralement en vers, mais qui admet aussi la prose. Ces derniers sont généralement régis par les règles de versification. الشعر هو واحد النوع أدبي قديم جدا كيتكتب لنا يا إما عبارة على أبيات شعرية، كاينين فقرات مفرقة كل واحدة على حسب لي فيغ اللي فيها، او لا كيتكتب لينا بحال واحد التكست كورت كيكون قصير وداكشي باش كنقدروا نميزو على اي نص اخر. puis on a un vers. qu'est-ce que un vers? un vers c'est l'ensemble de mots qui est caractérisé par un ensemble de syllabes. فير هو مجموعة من الكلمات اللي كيتميز لينا بواحد مجموعة من المقاطع الصوتية. Nous avons des règles pour compter le nombre de syllabes et de déterminer les types de vers. عندنا مجموعة من القواعد اللي كيخليونا نحسبوا عدد المقاطع الصوتية وبالتالي نحددوا النوع ديال هذاك البيت الشعري. Parmi les règles, on a la règle de E muet. فواحد البيت غتلقى بعض الكلمات اللي كينتهيو ب E، وهاد E هادي هي اللي كتشكل لنا الإشكال في الحساب، حيتاش كاينين بعض المرات كنحسبوها ككونها مقطع صوتي وأحيانا ما كنحسبوهاش، وكاينين عندنا جوج ديال الحالات. فاش كتكون E تبعها كونسون كتحسب لنا هاديك E. Les consonnes هما الحروف اللي عكس لي فويل. لي فويل راه هما تقريبا 6 A O I U E Y، وباش تعقل عليهم جمعهم في كلمه وازو راه مجموعين فيها تقريبا كاملين. و لي كونسون هما كاع الحروف اللي خارجين على هاد 6 ديال لي فويل. الوغ E الا كان تابعها كونسون كنحسبوها في الحساب ديالنا، و الا كان تابعها فويل من بعد A E U ما كتحسبش لينا. أعطيكم مثال. La nature t'attend dans un silence austère. باش نحسبو عندنا la na tu re، هاديك e تبعها من بعد تي، وبالتالي غادي نحطو سطر هكا باش نحسبو هاديك e لأنه من بعدها consonne. T'attends dans syllabe un autre syllabe si l'on se n'aoutani e ولكن هنا تبعها a وبالتالي ما غاديش تحسب لينا austère هنا un autre syllabe. اذا عندنا هنا 12 syllabe. فاش كيكون عندنا 12 syllabe c'est-à-dire Alexandre. d'accord. كاينه القاعده الاخرى اللي هي لا ديغيز. لا ديغيز سي
La séparation syllabique de deux voyelles en contact dans un même mot. مثلا في واحد البيت شعري غتلقى واحد الكلمة اللي غادي يكونوا مجموعين فيها دو فويل. مثلا اكسبانسيون، هاد اكسبانسيون سيون الاخرانيه فيها دو فويل. الشاعر هنايا كيبغيك تنطق لي هذيك اكسبانسيون مفرقين، يعني هادوك لي سيلاب، هادوك لي دو فويل كل وحده غتنطق بوحدها. اكسبانسيون يعني كاينه واحد سيباراسيون سيلابيك، يعني كنفرقوا هادوك لي دو فويل وكل واحد كيتحسب بسيلاب، وهذه سميتها لا ديغيز، وفغالبا ما كيستعملها الكاتب باش بهذاك لو مو اتيغي لاتونسيون، ولا بهذاك لو مو عنده فيه شي غرض بغى يوصلنا منه شي معنى، يعني هذيك الكلمه عنده مهمه بغى يوصلنا منها شي حاجه، وبالتالي كيستعمل فيها هاد لا ديغيز. وكاينه اللي العكس ديالها اللي سميتها لا سينيغيز. لا سينيغيز ما هي كيكونوا فيها دو فويال ولكن ما كيتمش فيهم لا سيباراسيون، يعني كيتحسبوا كيتقراو سيلاب وحده. مثلا فيولون ما كنقولوش فيولون، نو كنقولو غير فيولون، سيلاب وحده كتحسب. وهذا الشيء هذا الشيء ماشي حنا اللي كنحددوه، وانما الشاعر من خلال هذاك لو نومبر ديال لي سيلاب كتقدر تعرف واش استعمل لينا ديغيز ولا سينيغيز. اذا هاد الثلاثه هادو هما القواعد الاساسيه ولا القواعد اللي كيشكلوا اشكال عند الطلبه باش يقدروا يحسبوا العدد ديال المقاطع الصوتيه. وباش تمرن عليهم خاصك تحسب بزاف ديال المقاطع، او تهز قصيده وتبدا تحسب فيها وتاكد واش عندك صحيح ولا خطا، يعني هذه غتكتسبها بالممارسه ماشي بالحفظ، يعني ممارسه. خاصك تقرا بزاف ديال لي بويم وبالتالي تحسب المقاطع الصوتيه اللي كاينه في كل فيغ، وبالتالي غتمكن من لا سيلاباسيون. كاين الامر الثاني اللي بسيط جدا، هو اللي كيكون من بعد انه مثلا حسبت هاد لي سيلاب هادو كالعدد ديال المقاطع الصوتيه كيخليك تحدد النوع ديال هذاك الفيغ شنو سميتو. الا كان فيه واحد ان سيلاب راه مونو سيلاب، دو سيلاب il s'appelle دي سيلاب، تخوا تري سيلاب، كاتر تترا سيلاب، 5 pentasyllabes, 6 hexasyllabes, 7 heptasyllabes, 8 octosyllabes, 9 énasyllabes, 10 décasyllabes, 11 endécasyllabes, 12 alexandrins. وفي غالب الأحيان في لي بويم راه كيكونوا من 8 الفوق، 8 10 12، هادو اللي كيكونوا في غالب الاحيان. وهنا خاصك تفرق ما بين جوج ديال الانواع، ما بين لي فيغ بير اي لي فيغ امبير، وهنا خاصك تستعمل الرياضيات. فاش غتلقى عدد زوجي فهو راه فيغ بير، وفاش غتلقى عدد فردي راه فيغ امبير. وبالتالي 1 3 5 7 سعود حتى 11 سو سون دي فيغ دي فيغ دي فيغ امبير، و جوج 4 6 8 10 12 دي فيغ بير. On passe maintenant à l'étude du strophe. Qu'est-ce que ça veut dire la strophe? La strophe, c'est l'ensemble cohérent formé par plusieurs vers. هذيك لا ستروف هما دوك الفقرات اللي كيكونوا عندنا في القصيدة الشعرية، يعني كل فقرة كتسمى لينا بستخوف، كل فقرة كتكون متكونة من مجموعة من البيوت الشعرية. داكوغ، وبالتالي عندنا هنا عاوتاني أنواع من لي ستخوف، يعني وشكون اللي كيحدد لينا هاد التيب دو ستخوف؟ عدد الأبيات الشعرية. إذا كان عندنا مثلا واحد بيت شعري
كنسميوه مونوستيك. جوج دو فير ديستيك، تخوا فير تيرسي، كاترو فير كاتران، سانك فير كانتيل، سي فير سيزان، سات فير سبتان، وي فير ويتان، نوف فير نوفان، دي فير ديزان، أونز فير أونزان، دوز فير دوزان. داكوغ يعني بسيطة كتقدر تحددها بعدد لي ستروف، يعني هادي ديال لي ستروف و ديال لو جونغ دو فيغ خاصكم تحفظوهم، هذا هو الحل بهاد البساطة هادي. اون باس على ريم. La rime est la répétition de sonorités identiques en fin de vers. La rime هي ديك القافية اللي كتكون عندنا بالعربية، هي القافية يعني فهاديك الكلمة الأخرى من كل فير كتكون فيها واحد القافية. عندنا بزاف ديال الأنواع ديال لي ريم. أولا عندنا لي تيب دي ريم، يعني كيفاش لا فورم ديالهم، لا فورم كيفاش كيتكتبوا. أون دي ريم بلات، باش تفهموا اكثر غنعطيكم مثال. dans un mois dans un an comment souffrions nous seigneur que tant de mers m'ont séparé de vous que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais têtu puisse voir Bérénice. Alors on a feu le vers loul nous tani vous telt finis rabe berinis. Ou باش تقدروا تعرفوا ديروا ا ا يعني اللي بحال بحال ا ا واللي من التحت بي بي اللي مختلفين على ا بي بي، والبلاط هي اللي كتكون فيها ا ا بي بي. ثانيا هما لي ريم امبراسي اللي كيكونوا A, B, B, A. Exemple. Quand vous serez bien, quand vous serez bien vieillé au soir à la chandelle, assis auprès du feu de vidant et filant, dirai chantant mes vers en vous émerveillant. Ronsard. Ronsard me célébrait du temps quand j'étais belle. Alors, on a chandelle, le vers l'oul, ou le akhir belle, yani nafs la qafia, ou hadouk li fil wast, on a filant, émervillant, ta hou même tchabihin. Ou abtali, bhala bl'arabia, bhala gilti, hadouk l'a'a ki an koulina bébé. Tani, yani, l'embrasse. Le vers au premier, le dernier vers embrasse donc les rimes masculines. Ou les rimes masculines, vous mettez qui confirme le harf li مختلف على e ou مخالف للحرف e. النوع الاخير هما les rimes croisées a b a b. Exemple. Opale, oh, fait la belle comme la neige. Oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombant des grands monts de Norvège. Taval parlait tout bas de l'âpre liberté. La neige, Norvège, A, emporté liberté, B, B. On a aussi les rimes féminines. Les rimes féminines, on a gardé les rimes qui se lient par E, qui se terminent par E. Ou l'axe de l'homme, on a les rimes masculines. On a les qui se lient par E, sauf E. Puis on a la qualité des rimes, ou bien la richesse, ou bien la valeur phonique des rimes. النوع الاول هو ريم بوفر. اون ريم بوفر اي ديت بوفر كان اليا كان اليمون فوكالي كومان،
يعني فاش كيكون عندنا واحد الصوت مشترك. ici on peut parler alors d'assonance. d'assonance كنلقاوها فاش كنلقاو فاش كنلقاوها في في ستروف مثلا كيكون واحد الحرف متعاود بزاف. مثال au bruit de la pluie par terre et sur les toits pour un cœur qui s'ennuie ou le chant de la pluie. Alors, عندنا واحد الحرف هنايا كيتعاود. pluie nuit. Puis il y a la rime suffisante. Une rime suffisante lorsqu'il y a deux phonèmes en commun. يعني كيكون عندنا جوج ديال 200 جوج ديال الاصوات مشتركه. Par exemple, Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste demande. Alors, on a joué, je n'ai pas de répondre ou mande. Nous avons les rimes riches. La rime riche, lorsqu'il contient trois phonèmes en commun ou même plus. يعني كيكونوا عندنا ثلاثة ديال الأصوات مشتركين أو أكثر. مثال هنايا T'es pas un fond de mon silence, sentiment lentement placé vers le lit de ma vigilance, procède muet et glacé. Alors عندنا هنا هنا بزاف ديال لي فونيم اون كومان وبالتالي كندويو على لا ريب ريش. من بعد عندنا لونجومبمون لونجومبمون او لو روجي او لو كونتر روجي. لونجومبمون فاش كندويو عليها هي فاش كيكون الشاعر بدا لينا في واحد البيت شعري ولكن ما كملش لينا المعنى في هذاك البيت. يعني فاش كتقرا هذاك البيت الاول كتلقى انه المعنى ما مكتملش باقي ما فهمتيش شنو بغى يقول لك فما كتقدر تفهم حتى البيت الثاني او الثالث من الفقره او لاستخف اللي عندك. وهنايا عندنا نوع اخر اللي هو لو روجي. لو روجي هو فاش كيكون المعنى كيكتمل في البدايه ديال البيت الثاني البيت الشعري الثاني. هنا كندويو على روجي. ولكن الا كان يعني البيت المعنى كيكتمل ما كيكتمل حتى لنهايه البيت الشعري فكندوي على اونجومبمون. فاش كيكون كلمه او جوج ديال الكلمات وباقي لو فيرب يعني باقي ما كملش راه هنا كندوي على روجي. ليكزامبل هنا لونترين اي كون سا بوش اوفرت افيك افور وعندنا فاصله يعني فاصله راه باقي عندنا ما يتقال باقي ما كملش. كري aussi باقي ما كملش. il est plonge ensemble et la flamme et la mort. عاد بوان عاد المعنى كامل داكور. وهنا راه كتقدر تفهم واش كاين اونجومبمون افيك روجي غير من خلال هاد الفواصل هادو لي بونكتواسيون هادو. يعني راه كاينه بوان صافي راه المعنى كامل ما كايناش بوان يعني راه باقي ما كمل المعنى باقي خاصنا نقولوا شي حاجه اخرى. و العكس ديالو كاين لونجومبمون افيك كونتر روجي. كونتر روجي كيكونوا عندنا مثلا جوج ديال الابيات الشعريه كاين في البيت الاول واحد جوج كلمات ولا ثلاثه بوان وصل المعنى وكاينين من بعد كلمات اخرين في نفس انا كندوي على نفس لو فير كاينين كلمات اخرين ولكن ما كتملش المعنى كتهبط الفيغ الثاني كيكون واحد المعنى اخر مستقل على هذاك اللي كاين في الاول اصلا. المعنى ديال البيت الثاني فهم مزيان المعنى ديال البيت الثاني كيكتمل بالنصف ديال البيت الاول. مثال Mon val vient de plus loin. Point. À peine au fil des jets. Sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Had sous les lois de l'hymen, je m'étais
engagé. Le معنى ديالها كيكتمل à peine ou fait déjà. يعني العكس ديال l'enjambement avec Roger. L'enjambement avec Roger, le معنى ديال البيت الأول كيكتمل في البيت الثاني. ولكن l'enjambement avec contre Roger, le معنى ديال البيت الثاني يكتمل بالبيت الأول. Alors, Adouma, les notions ou bien le champ lexical ou la smio kif ma brisou, yani Adouma, l'omour l'essais, yel l'irir souk, bach t'halil, aïe nas chéri kif ma kan, aïe nas chéri kif ma kan, adir souk t'arraf ad les choses adou. Adad diel, le nombre de syllabes, le nombre de vers, la nature des rimes, la nature des strophes. Est-ce qu'il y a un enjambement avec Roger, un enjambement avec contre Roger? Est-ce qu'il y a des rimes plates, des rimes embrassées? Hein, du coup, au moins, ça, on n'a pas mis de poème. Mais, ممكن كتقول فاش غادي يفيدونا هاد الامور هادو باش نقدر نفهموا واحد النص شعري. هادو هاد القواعد هادو غالبا ما كيستعملهم الشاعر باش يعطينا واحد الفكره او باش يورينا مثلا واحد التضاد ما بين جوج ديال الحوايج ولا يعطينا في جوج ديال الافكار متعاكسه. مثلا غناخذ لكم واحد المثال من لي فلور دو مال, le poème L'ennemi. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de bruyants soleils. La tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermels. Hna stamlina des rimes croisées. Orage, soleil, ravage, vermil. ولكن faites attention, راه عنده علاقة بالمعنى. أنا أشرح لكم العربية. لم يكن شبابي سوى عاصفة مظلمة تقطعها هنا وهناك شموس باهرة تسبب الرعد والمطر في ذلك الخراب الذي لم يبقي في حديقتي إلا على القليل من الثمار المتوردة. وشفت هنا واحد التضاد ما بين الكلمات. ألوغ كاينة مثلا في البيت الأول عاصفة مظلمة وفي البيت الثالث كاين الخراب, وبالتالي أوراج غافاج, يعني كلهم عندهم واحد معاني سلبية, واحد ديزيسبوار كيعبر عليه الكاتب. على العكس في البيت الثاني كاينه شموس باهره دو بريون سولي, وفي البيت الاخير ثمار متورده, يعني واحد يعني ايجابيه, كاين واحد الامل. يعني هنا الكاتب كينتقل لنا من لو ديزيسبوار لاسبوار, وباش يعبر لنا على هذا التضاد هذا او لهذا لو باساج من الظلام للنور استعملنا دي ريم كروازي. فهمتوا يعني كيفاش كيتساعدنا هاد لا فيرسيفيكاسيون في اننا نفهموا المعنى ديال شنو بغى يقول لنا الشاعر؟ راه كاينه علاقه ما بين لا فورم وما بين لو سانس. وبالتالي إلا كنتي باغي تحلل واحد القصيدة شعرية فراه انت ماشي مطالب انك تبقى تقول لي الشاعر استعملينا دي غيم بلات دي غيم كروازي دي غيم هكا هكا نو, ولكن الغرض هو انك تقول علاش تستعملينا مثلا ألكسندرا, علاش استعملينا دي كاسيلاب, علاش استعملينا اون دياغيز. راه بارفوا في لي كيستيون اللي كيكونوا في البوام كيقول لك علاش الكاتب استعمل عفوا الشاعر استعملينا دياغيز في هاد لابارتي هادي, وبالتالي عندها واحد المعنى اخر مختلف على لا فورم, ولكن عنده واحد المعنى دلالي. هادشي ربما حنا غير مطالبين فيه في الاس 2. ربما في الاس 2 كاينين دي بروف اللي كيقولوا لك غير مثلا غير دي ديفينيسيون ولا غير واش تقدر تفرق ما بين هذه وهذه وتحسب ليه لي سيلاب ايتترا. ولكن
بالنسبه للاس 4 اس 5 اس 6 فانت مطالب بواحد الكومونتير كومبوزي كومونتير كومبوزي اللي كتربط ليه ما بين هاد لا فيرسيفيكاسيون هادي وهاد لي ريغل هادو بور اناليزي ان تيكست بويتيك وما بين لو سونس اللي بغى يوصل لك الشاعر من خلال استعماله لهاد القواعد تفهمنا اذا كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان ضروري ما خاصك من لا براتيك يعني تهز دي بويم لانه هادشي غير تقراه هكا ما غيكفيش الاهم هو انه تهز هكا ماشي بزاف 3 4 دو على حسب اللي قديتي ودي لا لا فيرسيفيكاسيون شوف شحال من ستروف شوف شحال من سيلاب وشوف علاش استعمل لينا الكاتب هذاك هذوك لي سيلاب تتعرف العلاقه ما بين لو سونس ولا فيرسيفيكاسيون اللي كتستعمل وكنتمنى ان شاء الله لكم التوفيق وشكرا بزاف الى عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم الى ما فهمتي شي حاجه ولا شي حاجه ما كانتش واضحه بزاف خلي ليا كومونتير باش نقدر نشرحها لك اكثر في الكومونتير